الآن وبما أنكم قد رأيتم بعض أمثلة قاعدة السلسلة، أعتقد أن التعريف الحالي لقاعدة السلسلة ربما سيكون مرغوبا أكثر الآن. إذا دعوني أعطيكم التعريف الحالي لقاعدة السلسلة. دعونا نفترض أن لدي الاقتران f ال x، وهو ما يساوي h ل g لل x، وتتذكرون هذا كله من تركيب الاقترانات. إذا قاعدة السلسلة مضمونها أن مشتقة f ال x f فتحة لل x تساوي مشتقة هذا الاقتران الداخلي g فتحة لل x ضرب مشتقة اقتران h هذا، أي h فتحة لل x، لكنه لن يكون عبارة عن h فتحة لل x بل سيكون h فتحة ل g لل x. إذا دعونا نطبق ذلك على بعض الأمثلة كما كنا نفعل سابقا، وأعتقد أنه سيكون منطقي. لذا دعونا نفترض أن لدينا f ال x يساوي x تربيع زائد 5x زائد 3 مرفوع للقوة 5. ما هو إذا في هذا المثال، ما هو h للx و g للx؟ تعلمون ما هو f للx؟ حسنا، دعونا نفترض أن g للx سيكون هذا الاقتران الداخلي. لذا سنقول، دعوني أختار لون مختلف، g للx هنا عبارة عن x تربيع زائد 5x زائد 3، إنه عبارة عن g للx. حسناً، h ل g للx عبارة عن هذا الشيء كله. إذن ماذا سيكون h للx؟ إن هذا h ل g للx، لكن h للx سيكون x للقوة 5، لأن في هذه العبارة نأخذ g للx ونضعه مكان x هنا. فأنا أعتقد أن ذلك منطقي إذا أخذتم هذه العبارة كلها وعوضتم x هنا مكان كل هذه العبارة، ستحصلون على هذه العبارة، وهذا يوضح أن هذا يساوي h ل g للx. h ل g للx إذا أخذتم هذا الجزء الأزرق وعوضتمه مكان x، فستحصلون على هذه العبارة كلها. إذا قاعدة السلسلة توضح لنا أن مشتقة هذا، أي f فتحة للx، ولدي شعور بأن المساحة ستنفذ f فتحة للx. حسنا، في الواقع قبل أن أفعل أي شيء، دعونا نجد مشتقات g للx و h للx. g للx أو g فتحة للx، دعوني أرسم ذلك لكي أفصل. أعلم أن المساحة اقتربت على النفاذ، إذا g فتحة للx يساوي 2x زائد 5 ثم إن مشتقة الثلاثة هي 0. الآن h فتحة للx يساوي h فتحة للx يساوي 5x، 5x للقوة 4. إذن قاعدة السلسلة توضح أن مشتقة تركيب هذا الاقتران كله عبارة عن، دعوني أكتب هنا، إنني أفعل هذا كي أربككم على النحو الأمثل. مشتقة هذا الاقتران كله هي g فتحة للx. حسنا، لقد أوجدنا g فتحة للx هنا،
اثنين اكس زائد خمسة مضروبة في اتش فتحة لجيل الاكس إذن ما هو اتش فتحة لجيل الاكس؟ حسناً اتش فتحة للاكس هو 5x للقوة 4 لكننا نريد اتش فتحة لجيل الاكس. اتش فتحة لجيل الاكس يساوي 5 مضروبة في جيل الاكس للقوة 4 ونحن نعلم ما هو جيل الاكس إنه عبارة عن كل هذا الشيء لذا سيكون 5 مضروبة في x تربيع زائد 5x زائد 3 للقوة 4 أعتقد أنني قد أربكتكم بحق لذا سوف أحاول حل بعض المسائل الإضافية أمحو هذا حسناً دعوني أكتبه مرة أخرى هنا إذا قلنا أن f الx يساوي h لجيل الx بالتالي فإن f فتحة للx يساوي g فتحة للx مضروب في اتش فتحة لجيل الاكس إذن سأقوم بحل مثال آخر دعونا نفترض أن جيل الاكس يساوي اكس للقوة 7 ناقص 3x للقوة ناقص 3 ودعونا نفترض أن h x يساوي دعونا نفعل شيء مباشر باعتدال دعونا نفترض أن h x يساوي x للقوة سالب 10 إذن ما هو f x؟ إن f x عبارة عن h لg للx وهذا يجب أن يكون تذكيرا من تركيب الاقترانات لذا دعونا نرى h لg للx h لg للx تأخذ g للx وتعوضه مكان x هنا إذن سيكون عبارة عن هذه العبارة أي x للقوة 7 ناقص 3x للقوة سالب 3 ومن ثم إن جميع ذلك مرفوع للقوة سالب 10 إذن هذا هو f x وهذا بالطبع يساوي f x لأن f x يساوي h لg للx أعلم أن هذا مربك جدا لكن تحملوني ربما أن عليكم مشاهدة العرض مرتين وسوف يبدأ بأن يبدو منطقيا حسنا إننا نريد الآن أن نجد قيمة f فتحة للx f فتحة للx حسنا إن قاعدة السلسلة تخبرنا كل هذا هو أن نأخذ مشتقة g للx إذن ما هي مشتقة g للx؟ ذلك بسيط أو أتمنى أنه بسيط إلى مشتقة g للx 7x للقوة 6 زائد 9x للقوة سالب 4 إذن ذلك هو g فتحة للx ومن ثم ضرب h فتحة لجيل الاكس
حسنا، ما هو اتش فتحة للإكس؟ ذلك بسيط، إنه سالب 10x اللي القوة سالب 11. لكننا سوف ننتقل إلى جيل الإكس. إذن بدلا من أن يكون لدينا إكس هنا، سوف نعوض إكس تلك مكان عبارة جيل الإكس كلها، وهذا عبارة عن ضرب 10 ضرب شيء ما مرفوع للقوة سالب 11، وهذا الشيء هو جيل الإكس، إكس للقوة 7 ناقص 3x للقوة سالب 3. وها هي الإجابة، F فتحة للإكس هو مشتقة الاقتران الداخلي، أي جيل الإكس، ضرب مشتقة الاقتران الخارجي، لكن بدلا من أن يطبق على إكس فسوف يطبق على جيل الإكس جميعه، بدلا من أن يكون إكس هنا. ربما أنني قد أربكتكم أكثر، دعوني أقوم بحل مثال سريع آخر لكي أوضح لكم أنكم غير ملزمين على أن تتعاملوا مع جيل الإكس في كل مرة. إذا كان لدي F الإكس يساوي 5 مضروبة في سالب 8x للقوة 8 زائد إكس للقوة سالب 8 وجميعها مرفوعة للقوة 5، إذا أردت أن أجد فتحة للإكس سيكون علي أن أخذ مشتقة هذا الاقتران الداخلي، على ما أعتقد أنه بإمكاني تسميته هكذا. إذن ذلك ناقص 8x للقوة 7 ناقص 8x للقوة ناقص 9 ضرب مشتقة هذا الاقتران الأكبر، إذن 5 ضرب 5 يساوي 25 ضرب شيء ما مرفوع للقوة 4، وذلك الشيء سيكون هذه العبارة، ناقص إكس للقوة 8 زائد إكس للقوة سالب 8 وانتهينا. يمكنك أن تبسطها، بإمكانك أن تضرب هذه 25 إلى آخره. أتمنى أن هذا العرض قد منحكم بعضا من الأفكار الإضافية لما هي قاعدة السلسلة، وسوف أقوم بحل المزيد من الأمثلة في مجموعة العروض اللاحقة كذلك. أراكم قريبا.